يعني ما كانش له لزوم ان احنا نعمل كيكه دلوقتي، كنت تستني الصبح وفاطمه تعملها لك. يا بابي ما هو انا كان نفسي فيها، بعدين انا هساعدك. هي طنط هنشي مشيت ليه على طول؟ كان عندها مشوار. ويلا بقى ساعديني. طيب حاضر. حطي فيه. حاضر. بيعملها عيد صدفة الدقيق زي ما انت شايفه كده. تعالي اوريكي بقى شكل المطبخ عامل ازاي. استني ثانية، انت عرفتي بيتي ازاي؟ كان اسمي معايا انور. طب اتفضلي. هتاكلي بقى كيكة تحفة. هي ناشفة بس شوية، مش عارف تقطعها ولا ايه. حبيبتي خليكي انت بعيدة عشان ما تعوريش. لا انا مش بخاف خلاص. وهو ده مبرر يعني عشان اتعور عادي؟ انت عارفة انا كنت بخاف قوي من الدم. انا كمان بخاف من الدم. لا بس انا كانت بزيادة شوية. من ساعة ما بابي جاب لي سارة وانا ما بقتش اخاف. بابي انا عايزة اكلمها. حاضر يا حبيبتي. على فكرة سارة دي بنت كويسة جدا، عاملة ماسترز ازاي تتعامل مع اي طفل عنده مشكلة. فكلمتها جت عملت كام سيشن معاها هنا بس. كويس قوي. دوقي بقى الكيكه وقولي لي رايك. ايه الاخبار؟ حلو. حلوه قوي. ناشفه بس شويه. عادي بقى. حلوه قوي يا بابي. بابي فاكر زمان كنت بتاكلني ازاي؟ فاكر. طب وري الانجي. لا بابي بقى عشان خاطري قول لها. حبيبتي انت كبرتي على كده خلاص. ايه كنت بتعمل ايه؟ كان بيعمل مستر فطوطه و بابي قول لها بقى عشان خاطري. حاضر. يلا يا هنا يلا نوري بقى انجي انت شاطره ازاي وتاكلي كيكه كلها. ها ما تصدقيش كلامها، كيكه مش ناشفه. يلا انجي كل الكيكة. مين؟ رفعت. ادخل يا رفعت. ايه يا زميل انت لسه نايم؟ طب من امبارح. فين يا عم الاستباحة اللي قلت لي عليها؟ ما تتقل يا نجم على الرز. ماشي. بقول لك ايه، هو انتوا هنا بتجيبوا الاستباحات منين؟ لا احنا هنا ما بنجيبش استباحات، حد الله. استباحات هي اللي بتجيلنا لحد عندنا. طب ما ترسيني كده عشان ابقى عارف. انت عاوز تعرف ليه؟ لا عادي يعني، عشان لو عايز في مره اجيب استباحه بتاعت زنقت كده يعني. تقلقش انا هبقى اجيب لك. انت مش معاك هنا فلوس؟ لا. لا ايه؟ مش اهلك سايبين لك فلوس هنا في المصحه؟ اه. طيب هم هيبقوا يخصموا منها. هم مين؟ المصح. بقول لك يا عم فتحي، من الاخر كده دكتوره ناشفه وسعد هم اللي مدورين المصحة دي. الواد سعد ده كان ضريب هنا بس اتعالج، وبعد كده هو اللي بقى بيبيع هنا. طيب ده على كده هنا نصابين مصحة بلح بلح. بس ما تقوليش بقى موضوع التحليل بتاع كل أسبوع. هقول لك موضوع التحليل بتاع كل أسبوع ده برضه بلح. صباح الفل يا معلم. ازاي؟ الدكتور بتاع المعهد ده برضه بتاع المعمل بتاع التحاليل معاهم برضه. قول لي ازاي؟ ازاي؟ انا مره اشتكيت فردانتين من الواد سعد، تمام؟ وبعدين بعتهم ابويا وامي دخلوا عليا. ايه يالا مالك عينيك عامله كده ليه؟ في ايه يالا؟ احنا هنعمل لك تحليل دلوقتي في المصحه. هوب انا اتشعفت بيني وبينك. رحت عملت التحليل، طلعت نتيجه التحليل سليمه، فل شمعه منوره. قلت بس اكيد الدكتور بتاع المعمل معاه. يعني كله بلح. كله بلح. تحاليل بالمصحه. امال الفلوس هتزيد ازاي يابا؟ بقول لك ايه؟ انا هطير بقى عشان اجيب لك الحركات والحق اجي لك. ماشي. بقول له استنى ما تاخدني معاك. اخدك معايا فين يا عم وانا رايح كوكي بارك؟ بس الواد سعد لو عرف ان انت هتعرف اي حاجه هيكتر. اتقل يا نجم انت لسه جديد. ماشي ماشي حبيبي.
جدع يا جدع، ده انت صاحب السعاده. نفسي مره واحده بس اشوفك بتضحك يا اخي. بس لو ضحكت وشي بيبان طفولي شويه. وشك بيبان ايه؟ طفولي شويه. طب فين حبوب السعاده يا تاجر السعاده؟ خد. ايه ده؟ لا هات شريك كمان. على قد حسابك. لا يا جدع عامل معايا واجب. والله لو عملت معايا واجب الشهر الجاي اظبطك ظبطه السنين. بطل بحي بطل. حبيب قلبي اكتب صوتك يا بيم. ممكن اطلب منك طلب؟ اه طبعا. ممكن تبقي تيجي تاني؟ حاضر. يلا باي. جود نايت يا حسام. بص انا جيت النهارده عشان اتاسف لك على الطريقه اللي انا اتصرفت بيها معاك، ما كنتش المفروض اسيبك وامشي. انا مبسوطه جدا ان انا كسبتك كصديق، ومتاكده ان العلاقه دي هتبقى اقوى واحسن. عشان كده بليز ما تضايقنيش تاني ولا تضغط عليا. خلصتي؟ بجد انا بتاسف لك. ايه رايك في الكيكه؟ تاخدي حته تانيه؟ يعني ايه انا ما سمعتش كده؟ معاد الصيانه طبعا. روحي لهم برضه قولي لهم الطريق كان زحمة. اي حاجه يعني بخلي العربيه. عم عبدو، عم عبدو. ايوه يا استاذه. ايوه يا استاذه. معلش هات لي عربيه بسرعه من الجراج. العربيه خدها الاستاذ سيف الصبح بدري. ليه يا عم عبدو تدي له عربيتي ليه؟ هو انت مش عارف ان دي عربيتي؟ بس انا ما اقدرش اقول لسيف بيه ما تاخدش العربيه. طب خلاص روح انت. حاضر. طبعا طبعا. ما بيردش ما بيردش ما بيردش. بتاخد عربيتي من غير ما تقول لي ليه يا سيف؟ ليه؟ انت تعرف انا ورايا ايه النهارده؟ حرام عليك اللي بتعمله معايا ده، انا كان ورايا سيرفيس النهارده. يوه انا كنت متاكد انك مش هتصحي الصبح بدري. فجيت خدت العربيه واديت لك التوكيل، عملت لك الصيانه كلها كمان. ليه؟ هدي لي مفتاح في العربيه. عن اذنك. انت بتعمل كده ليه؟ أنا قلت لك قبل كده أنا بعمل كده ليه؟ بس أنتِ ما فهمتيش. بابا أنت تعبان؟ أوي. أوي يا بنتي، أنا مش عايز كيماوي تاني. أنا بتمغمط يا هبة، بتمغمط كل ما باخده. إزاي بس يا حبيبي؟ ده هو اللي بيعالجك. يعالج إيه بس؟ يعالج إيه؟ أنا كل يوم بتبهدل، كل يوم بتعب أكتر من الأول. ألو يا دكتور، بابا تعبان أوي. ده طبيعي، نتيجة التحليل طلعت؟ لا لسه. طيب أنا عايز النتيجة أول ما تطلع تجيبها لي.
طب ماشي انا مش حاسه هم يجيبوها، انا رايحه لهم. يستحسن برضو روحي جيبيها وتعالي المستشفى. ازيك يا هبه؟ الحمد لله. عامله ايه وازاي باباكي؟ تعبانه قوي. معلش انا متاسفه، لازم اروح المعمل اجيب نتيجه التحليل واطلع على الدكتور. خلاص احنا هنيجي معاكي، مش عايزه اعطلكم. تعطليني ده ايه، ما احنا اوريدي جايين لك. تعالي ده تاني يا عبد. الحقيقه انا بشكر فتحي وزين على المجهود اللي هم عاملينه بجد. احنا رجالتك يا استاذ، تحت امرك في اي وقت. اهدى اهدى. معلش يا ريس الكهرب زياده شويه. تكهربت يا زين؟ ايوه يا استاذه، بس عادي يعني، احنا طول عمرنا كنا بنهزر مع بعض في الجبل يعني، تسليتنا الوحيده ان احنا كنا نكهرب بعض. انا اتذكر لما لولا سبع الليل جالي. خلاص ولا سبع الليل ايه ايه ايه؟ مسلسل؟ هم مش عايزين يعرفوا تاريخ حضرتك المشرف. بس الحقيقه الفيديوهات والصور اللي هم جايبينها نفعونا كتير جدا. عندنا حاجه تانية ايه؟ ناقصه ان احنا نقابل عبد الظاهر الشرقاوي، وكمان انجي لازم تقابل عصام. انا قلت لسناء كل المعلومات اللي انا محتاجاها عن عبد الظاهر الشرقاوي. كويس قوي. انا وآية النهارده هنروح نتفق معاها هنصور امتى. تروحوا فين؟ نايت كلاب. نايت كلاب؟ اصل هو ايه المشكله ان هو ما بيروحش مصحه كتير، هو قاعد على طول في النايت كلاب. لا مفيش مشكله. طيب ممكن زين وفتحي يروحوا معاكم النايت كلاب. يروحوا فين؟ ما ينفعش، احنا اي حته بنروح احنا الاربعه بتبوظ والناس بتقلق مننا. مش هتروحي في اي حته لوحدك انت وسناء. انت اتجننت؟ واحنا صغيرين ولا ايه؟ اتكلمي من هنا للصبح مش هرد عليكي، انا البرشام غيرني. واضح انه غيرك، هو انت الكهرباء؟ حاجه زي كده. خلاص افتيحي، نسيبهم هم يروحوا لوحدهم واحنا نروح لوحدنا، وبعدين نحصلهم هناك ونقعد معاهم برضو. يا واد على الخطط والفقاقه، ايه الذكاء ده؟ رغم الحقيقه ان زين قال حاجه ملهاش اي لازمه، الا اني ممكن يروحوا الاثنين ويقعدوا بعد عنكم ويراقبوكم، يعني ياخدوا بالكم برضو. اشتري دماغنا بقى. بمناسبه دماغنا، محدش معاه ضرب يا جدعان؟ ضرب؟ انا معايا، تعال. ايه ضرب ده؟ انا فاهم قصدي. بس ده مش ترامادول يا باشا، ده اقوى ضرب. خلاص معايا يا باشا، خلاص ما عليك، هو ده الضرب. خلاص 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 ما عليك، خلاص عشان خاطري. انت بتضحك على ايه؟ عملت كده. صباح الخير. لا ادام عدت الساعه 12 يبقى مساء الخير. يبقى مساء الخير. يا هي سارة هنا؟ لا هي راحت مشوار وقالت تستناها. أنا هروح أصلي، تيجي معايا؟ أنا ما بصليش. طب وإيه الإحراج ده كله؟ استناني هي، مفيش مشكلة. سارة، هو تفتكري يعني سيف بيعمل معايا كده ليه؟ مش عارفة، هو ممكن اللي مش عارفة دي. أمال أنا هسألك أعمل بيكي إيه دلوقتي؟ يا ستي إديني فرصة أفكر أتكلم، إديني فرصة. يا ساتر، مدفع. هو لازم يعمل فيكي كل ده. أيوة ليه؟ ممكن يكون بيحبك؟ أيوة. مش عايز يطلقك، بيحبك متمسك بيكي، وممكن يكون معهوش فلوس الطلاق. يا بنت بقول لك بيطلق، وأنا بقول لك هيتجوز، فلوس إيه اللي هيعوزها؟ فلوس الطلاق يعني مؤخر معهوش. انا ما كتبتش نيله مؤخر. ليه ما كتبتيش مؤخر؟ انا عارفه، قالوا لنا اشتروا رجاله. اشتريتي يختي؟ اشتريت الحمد لله. بس هبيع ام؟ ده زهقني في عيشتي، ده انا كل حاجه كنت بعملها معاه زهقت منها. تصدقي بطلت الحشيش؟ بطلت الحشيش. ايوه بس دي حاجه كويسه على فكره. تفتكري؟ طبعا. بس زهقت يعني، عايزه اعمل دماغي. بفكر اشرب بانجو. انا هو مختلف جدا البانجو عن الحشيش. ريحته يعني ميله شويه. هوبا ايه جميل. فكيها شويه بقى. الله، خلي عندك امل يا شيخه، ان شاء الله انكر هيكون كويس. ايوه خلي عندك امل. مش باين امل. ليه مش باين امل؟ امل ده باين جدا قدامنا كلنا، وبعدين من غير امل نموت. انا بصلي لك وبدعي لك. انت بتدعي لها ولا ايه؟ بدعي لها والله، بدعي لها.
شفتي كلنا بندعي لك، آية بتدعي لك، ده حتى جان، جان رايحة الكنيسة تدعي لك، اللهم أعلم بقى هيتقبل ولا بالظبط. يا وائي بقى. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه إيه إيه؟ استني اهدي اهدي انت علينا اهدي. هقول لك حاجه بس ما تبصيش على فوق. اوكي ما تبصيش يا مدير هتوضحينا. اوكي قولي. مش ده هاني اللي هناك ده اللي معاه البنات؟ ايه ده هو؟ اهو الواد ده دفت ازاي؟ شكله غريب قوي. ايه ده؟ الواد ده شكله وراه حاجه على فكره. يا اختي وراه ايه؟ كلهم ماشيين قدامه. ذكية قوي انت. طب ما تروحي تسأليه. لا. ليه؟ كده. ايوه. طب انا جاية حالا. ممكن نمشي عشان نتيجة التحليل طلعت؟ طب روحي سلمي عليه وسلمي. مش عايزاه يشوفني يا هديل لو سمحتي. طيب ممكن نمشي. طيب اسمعي براحتك. خلاص يا ساتر. يا ساتر. ساتر. اسكت. برضه. يا على فلك سيجارة؟ لا ما اضمنكش. لا لا ما تقلقش المرة دي بماني. تعرف ان حضرتك اول حد قابله يقول لي انت بتصلي فاقول له لا فما يقعدش بقى يوعزني ويعمل فيها شيخ. اه انا كنت زيك بالظبط. كنتش احب اتكلم في المواضيع دي مع حد عشان بقى يقعد يوعزني ويأنبني. يعني حضرتك كنت زيي؟ اي ازاي؟ انا كنت مسلم في البطاقة. يعني ما بعملش اي حاجة من اللي المفروض اعملها، ولا صلي ولا صوم، بشرب خمرة و اهي هي ماشي. لغاية لما حسيت انه في فراغ كده في حياتي، في حاجة ناقصة، معرفش، في قلق، مفيش امان، في حاجات كتيرة جدا عمري ما عرفت اجيبها بالفلوس. جت لما قربت شويه من ربنا. كمل. لا كمل ايه؟ عشان تقول عليا بقى بوعظك وبتاع. لا لا انت بتعرف تطبخ؟ اه طبعا بعرف اسلق بيض وبعرف اعمل شاي. والعيش ازاي؟ والله انا اي حاجه بتعيشني خلاص. انا عموما ما بحبش الاكل. بس يعني لما بجوع باكل اي حاجه. زي امبارح. طب انت ما بتحبش الاكل. بتحب ايه؟ احب اشتغل، افكر، اتفرج على افلام يعني. بتحب الحشيش؟ بموت في الحشيش. بتحب الستات؟ والله هم مش موضوعي بس يعني لما الواحد بيتزنق عادي يعني. هو انت مريض عشان تتزنق و... لا 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 ما اقصدش، اقصد اني لما ببقى حابب اعمل علاقه مع واحده يعني خلاص فهمت. طيب وانت ما بتتعبش؟ لما بتعب باخد الدواء. لا لا مش قصدي، قصدي يعني الدواء ده بيجيب مفعوله بقى. طبعا ما انت شايفني اهو اسد قدامك. الله. بس ما بانش عليك بصراحه. لا ما ايه ده؟ انا اسف. انت ضامن ان ما فيهاش حاجه دي؟ والله ما في حاجه. ما فيهاش طعم الكريز بتاع اللي فات دي. ايوه عشان ما فيهاش حاجه. يا لهوي لو ساره شافتها. لا مش موجوده. اه انا عارف. انت ضامن يعني؟ اه والله ضامن تمام. وريني كده. طب اعرف في حضرتك واحد. لا بجد؟ لا لا ساره هتيجي دلوقتي. مش هاخد منك تمن؟ مش عايز حاجه منك. لم 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 عشان ساره ما تجيش. يلا
انا جعان. ايه صليتي؟ صليت. بابا عامل ايه دلوقتي؟ تعبان شوية. خير ان شاء الله. ان شاء الله. ايه؟ انا بحبك. طب اركبي. بعد إذنك أنا هسجل حواري على الموبايل عشان يبقى سهل وأنا بفرغه. حاضر. طيب أنت عارف إن أنا أعرف أخوك؟ آه ما هو قال لي. أنا هتجاوبني على أي سؤال أسأله لك؟ طبعًا. بس من غير زعل. ما كنتش جيت. طيب. طب ممكن تشرب الشاي الأول؟ آه حاضر. معلش أنا ما حطيتش سكر عشان ما أعرفش بتاخد كام سكر. لا ولا يهمك. تضرب ايه بقى وليه؟ ما كانش عندي هدف. عيل صغير اخوهم هما اللي بيصرفوا عليه وفي جامعه غاليه وكل اللي حواليه ما فيش حد فيهم عنده اي نوع من انواع الطموح. والبلد دي كده عادي تقدر تشتري مخدرات وقراص من اي حته؟ والله طول ما الفلوس موجوده العمليه بتكون سهله. يعني كل شارع بيبقى فيه 3 أو 4 صيدليات فيهم على الاقل واحده بتبيع. والدكتور اللي بيطلع الروشيتا بيبيع الشريط ب10 جنيه انا بشتريه ب100. وامك واخوك ما لاحظوش ان انت بتصرف فلوس كتير؟ لا طبعا لاحظوا وفعلا ابتدوا ما يدونيش فلوس. طب وانت لو معكش فلوس بتشتري ازاي؟ ربنا يخلي لنا الصين بقى. عملت كل انواع الادويه دي مضروب. وما بيتباعش في الصيدليات وسعره رخيص واي حد ممكن يبيعه. بيبيعوا ناس زينا كده. اسمهم ديلرز. على فكرة أنا كنت ديلر. طيب وتعالجت إزاي بقى؟ مين اللي قالك إن أنا تعالجت؟ أخوك؟ لا أنا لسه في الخطوة التانية من برنامج العلاج. بس أخوك قالي إنك اتنقلت بين كذا مصحة. لأن ما كنتش عايز أتعالج وفي قانون بيقول إن المدمن لازم يكون عايز يتعالج وبيمضي اقرار بكده بعد ما بيدخل المصحة. هما طبعا كانوا بيمضوا الاقرار. طبعا. بس اول ما كان بيجي مفتش من الوزاره كنت بقعد معاه وبقول له ان انا جاي هنا غصب عني وبالعافيه وكان بيسيبني امشي. غريب قوي. يعني ازاي قانون يقول ان مدمن يروح يتعالج بنفسه؟ والله بقى الحاجات دي تقول لها لهم هم. انا عن نفسي اتنقلت من 3 مصحات. طب وبعدين؟ بس مفيش. بدات بعد كده. طب معلش ثانية واحدة عشان أشوف الباب. سمعت عن الموضوع ده فعلا. طيب وامتى بقى قررت تعالج؟ لما ضربتهم وخدت منها الذهب بتاعها وبعته وقابلت فتح اخويا في الشارع بالصدفه وكان هيجي يضربني بس اصحابي اتلموا عليه وكانوا هيضربوا. مش باين عليك خالص كده يا عصام. كيميا يا استاذ. كيميا بتغير من طبيعتي. يا رب بس اقدر اكمل العلاج. دي الحاجه الوحيده اللي انا بتمناها. كل اللي انت فيه ده يا حسين
سليم بسبب علاقة مامتك بباباك، وبسبب إنك دخلت مدرسة داخلية، وبسبب إنك ما دخلتش الجامعة. كل مشكلة من دي عملت لك عقدة، إحنا هنمسك عقدة عقدة ونحاول نحلها مع بعض. بس مش شرط عشان كل اللي انت قلتيه ده ان انا في الاخر اطلع معقد نفسيا. يعني ايه؟ مش فاهمه انت عايز تقول ايه. يعني في ناس اهاليهم كويسين جدا وزي الفل، ومع ذلك سلوكهم زي الزفت. انا شخصيا اعرف حد سلوكه زي الزفت، وما شاء الله اهله بيتعاملوا كويس جدا مع بعض، ودخل جامعه ومعاه ماسترز كمان. تاني ايه؟ احنا بنتناقش. وانا المفروض اني اصدقك؟ انت المفروض تقنعيني. اقنعك بايه؟ تقنعيني اني اتغير، لاني مش مقتنع. كفايه استهبال بقى. انت قافشه ليه؟ انا مش زيك يا حسين. مش معنى ان في ناس قالت لك كلام مش صح، ناس قذره قالت لك كلام مش صح عني، ان انت تتكلم معايا بالطريقه دي. انت هنا علشان تتعالج، مش عشان تقارن نفسك بيا. وبعدين اسلوب تلقيح الكلام ده اسلوب حقير. في بريك نبقى نشرب فيه سجاير. امشي يا حسين. السيشن خلصت. اوكي. سارة، أنا آسف. امشي يا حسين. اسلوبك ده لو متغيرش انت اللي هتتضرر مع يسرا. على فكره انا بقول لك انا اسف، لا عشان الشغل ولا عشان يسرا، انا بقول لك انا اسف عشان انا غلطان. انا اسف. بس ابتديت احط رجلي على اول الطريق المظبوط. كويس. طيب تمام كده يا عصام، ميرسي. استأذن انا بقى. انا مستوي اني شفتك. انا كمان. عصام. انت ضارب صح؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اخر مره ضربت فيها امتى؟ انا مبطل من كتير. كام ساعه يعني؟ يا استاذه انت بتقولي ايه؟ بقول لك ضارب من كام ساعه. ضارب ايه؟ وايه اللي انت بتقوليه ده؟ في موبايل هنا. ويلي انا مش حرامي يا اسطى. برضه هتقول لي يا بنت انا مش حرامي. بقول لك ايه؟ اوعى كده. اوعى. بقول لك اوعى. اهو بقول لك ايه؟ افتكرت الموبايل. حرام عليك يا شيخ اخوك وامك. انت مش خدتي حسابتي موبايلك؟ يلا معانا سيبيني من هنا. يلا يا بشعبك يا مخدر. يا ست وانت مالك؟ انت مالك؟ والله ما اسيبك غير لما تتعالج. ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تخليش الكلام دي تهب عليك. انا مش طايق نفسي دلوقتي. عايزاك تيجي بسرعة. سارة. سارة. أنا هسيبك وأمشي. معلش. تعبت معايا. على الله يكون بفايدة. أشك. على العموم. الولد ده مش هيتعالج. شايف نفسه فعلا. الولد ده مش هيتعالج عشان انت مش هتعرفي تعالجيه. ليه بتقول كده؟ فاكره لما حكيت لك انه استحاله انك تقنعي واحد عطشان يشرب ميه عشان انت نفسك ما تعرفيش الميه دي ايه؟ بابا هو ملوش اي علاقه انا بعمل ايه في حياتي. انا بتعامل مع كل حاله باسلوب علمي وبنظام انا دارساه. مش هتعرفي يا ساره. كل شهاداتك ودراساتك مش هتغيره. ده مش عيل صغير ممكن تقنعيه. ده عشان تقنعيه لازم يفكر. دي وجهة نظرك. أنا ليا وجهة نظر تاني. والله أنا قلت لك وأنت اعملي اللي تشوفيه. أنت عايز تقول إيه بالظبط يا بابا؟
انا قلت خلاص. خلاص بقى يا ستي ايه دي، الموضوع خلص. هما هيدخلوا الولد مصحه محترمه جدا، وانا كمان هجيب له ديسكاونت كبير. بجد مش عارفه اشكرك ازاي. بس انت على فكره مش سهله خالص. تحبسي الولد في الاوضه وتفتشيه، انت ما خفتيش منه؟ اول ما حط 5 معالق سكر في الشاي عرفت انه بيضرب كيميا على طول. ازاي؟ ما هو لو مدمن ممنوع يحط كميه السكر دي في الشاي. هما بيحطوه في الشاي عشان يعني الدماغ تعلى. الدماغ تعلى؟ انا واضح ان انت ضربت كيميا قديمه. لا انت مش متخيل كم القرايه اللي قريتها على الموضوع ده. ماشي. انا عامله ايه؟ كويس. حسام عايزه اقول لك حاجه. اتفضلي. انت بجد جدع قوي. في كلام ده بين الصحاب؟ مفيش طبعا. باي باي. باي. انت ما بتفهمش. خلاص هسيبها لك وماشي.